قامت الجمعية المصرية لأمراض القلب والتي أسست عام 1951 وبعضوية أكثر من 4000 طبيب بتطوير المنهج العلمي I Heart Expert Seminars 2022 واعتماده، وهو مشروع تابع لمشروعات أنشطة التعليم الطبي المستمر، وسوف يتم تقديمه لأكثر من 1000 طبيب في كل ربوع مصر برعاية شركة ماركر للصناعات الدوائية. ويهدف المشروع إلى تطوير ورفع كفاءة الأطباء من خلال دراسة أحدث التوصيات العالمية لعلاج أمراض القلب والأوعية الدموية للوصول لرعاية صحية أفضل لمرضى القلب في مصر. وقد أطلقت الجمعية هذا المشروع في أولى المؤتمرات بجامعة الزقازيق بحضور أكثر من 15 من أعضاء مجلس الجمعية القائمين على تطوير وتدريس المنهج العلمي المعتمد. كما تقدم شركة ماركر للمريض المصري مجموعة علاجية متكاملة من أحدث المواد الفعالة لعلاج أمراض الكوليسترول والدهون والسكر. هو فعلا طبعا الجمعية الأوروبية لأمراض القلب دي جمعية كبيرة عالمية عريقة جدا، فيها أكثر من 100,000 عضو دكتور قلب على مستوى العالم، في يعني تخصصات كتيرة جدا، وأهمها هو الكوميتي اللي بتحط الخطوات الاسترشادية في علاج أمراض القلب. الخطوات الاسترشادية لعلاج أمراض القلب دي حاجة مهمة جدا، الدكاترة بتنتظرها كل سنة لأن بيبقى فيها الحقيقة 30 عضو من البورد المسؤول عن الجايد لاينز في الجمعية الأوروبية، اللي بتشرف إن أنا يعني أول دكتور مصري وعربي كمان خارج دول الاتحاد الأوروبي إن هم يختاروه ويبقى في هذه الكوميتي اللي بتحط الجايد لاينز كل سنة. إحنا بنقعد الحقيقة عشان البورد اللي مسؤول عن الخطوات الاسترشادية لعلاج أمراض القلب المختلفة، بنقعد على مدار سنوات كتيرة نختار أمراض القلب المختلفة اللي هنحط لها خطوات استرشادية جديدة. يعني عندنا لغاية سنة 2025 دي الاستراتيجية اللي بتحطها الجمعية الأوروبية للتخطيط لإعداد الجايد لاينز. بنختار الناس الخبراء اللي ليهم باع كبير في الأبحاث الطبية الخاصة بالمرض اللي بنحط عليه الخطوات الاسترشادية في العلاج، وبيتم الإعداد للجايدلاينز على مدار 3 سنوات، وبيتم مراجعتها بواسطة خبراء آخرين من دول مختلفة على مستوى العالم لغاية لما تتعرض الجايدلاينز في السنة الرابعة في مؤتمر الجمعية الأوروبية اللي بيتعمل كل سنة في أغسطس. ده جهد كبير جدا، وده له انعكاسات كبيرة على تخصص القلب على مستوى العالم. ليه؟ لأن طبعا أمراض القلب في ازدياد، لابد أن بيبقى فيه على حسب الأبحاث الجديدة اللي بتتعمل على مدار السنوات بيبقى فيه نتائج لأدوية جديدة، بيبقى فيه نتائج وتوصيات كبيرة جدا لازم تتغير كل سنة، فبالتالي النتائج الأبحاث دي بتترجم في الخطوات الاسترشادية. بنستشهد بهذه الأبحاث عشان نعد خطوات استرشادية جديدة في تخصص القلب سواء من الناحية التشخيصية أو العلاج، ودي بتبقى ليها دور مهم جدا في علاج أمراض القلب بالنسبة للدكاترة، فده كله بينعكس على صحة مرضى القلب، لأن هدفنا الأول هو إن احنا المريض القلب ده سواء كان مريض عنده قصور في الشريان التاجي، عنده ضعف في عضلة القلب، عنده ارتفاع في الكوليسترول أو مرض السكر، كل الأمراض اللي بتؤدي في الآخر إلى قصور الشرايين التاجية وهبوط عضلة القلب، لابد إن احنا نواكب الأبحاث الجديدة والأدوية الجديدة اللي بتستحدث كل سنة، ولابد إن احنا نتبع الخطوات الاسترشادية اللي هي بتهدف في الأول وفي الآخر لتحسين صحة المريض ولتقليل نسبة الوفيات ولتقليل نسبة الدخول المستشفيات، ودي بقى ليها دور كبير جدا. لازم كل الدكاترة بتتبع علاج مرضى القلب على حسب الخطوات الاسترشادية اللي بتصدرها الجمعية الأوروبية كل سنة. هدف من أهداف جمعية القلب المصرية الحقيقة هو التعليم الطبي المستمر،
والتعليم الطبي المستمر ده بنعمله على مستوى مصر كلها، مستوى جامعات مصر ومراكز القلب المختلفة، بحضور عدد كبير جدا من أطباء القلب لمناقشة الخطوات الاسترشادية الجديدة والأبحاث الجديدة في علاج أمراض القلب، وده اللي بتتبعه جمعية القلب المصرية بالتعاون طبعا مع الشركات الأدوية. واحنا عندنا النهاردة الحقيقة افتتاحية كبيرة جدا، اي هارت اكسبرت سيمينار ده اللي بترعاه طبعا شركة ماركير، بتعمله بالتعاون مع جمعية القلب المصرية. الطب في مصر طبعا يعني بخير، والحقيقة يمكن تخصص القلب شاهد في السنوات الأخيرة في آخر 20 سنة طفرة كبيرة جدا من ناحية الأدوية الجديدة، وسائل التشخيص الجديدة، كل يوم في علاج جديد، كل يوم في حاجات حديثة سواء في على يعني استخدام الأدوية أو حتى باستخدام قسطرة القلب والتقنيات الحديثة. كل العلاج اللي بيتم في مصر بيتم على أحدث التوصيات العالمية اللي المطلوب تنفيذها لعلاج أمراض القلب. احنا النهاردة في لقاء علمي بين جمعية القلب المصرية وبين قسم القلب بكلية طب الزقازيق كأحد أو كبداية مجموعة ندوات لتعريف وتوصيل المعلومات الحديثة في أمراض القلب للطبيب المصري. طبعا ده نوع من انواع الجايد لاينز او اللي هو الخطوط الاسترشاديه اللي الدوله كلها متوجهه دلوقتي نحو انها تبقى موجوده في الممارسه الطبيه، علشان خاطر الممارسه الطبيه الموجهه للمواطن المصري تبقى مبنيه على قواعد علميه وعلى ادله طبيه سليمه. الطب دلوقتي بيتقدم بسرعه صاروخيه، يعني كل يوم في جديد، ولو ما فيش متابعة لهذا الجديد يبقى الدنيا هتسبقنا، واحنا لا يمكن نقبل بكده، لان الطب في مصر والحمد لله متقدم ومتواصل مع العالم، بل بالعكس احنا بنضيف كثيرا للعالم من خبراتنا، من علمائنا، من الاساتذه الكبار بتوعنا. ففي بقى دور من الاساتذه الكبار دول ان هم يوصلوا لشباب الاطباء علشان خاطر المسيره تستمر، كمان عشان خاطر المعلومة اللي الأستاذ الكبير يعرفها ويقدر يمارسها على المريض بتاعه توصل للمريض اللي الطبيب الصغير بيعالجه في بقى الأماكن البعيدة، في المستشفيات المركزية، في القرى. فده نشر للعلم، وبالتالي نشر للثقافة الصحية كويسة، وبالتالي حفاظ على صحة المواطن المصري اللي هي أهم ثروة في البلد. الحقيقة شركة ماركير للصناعات الدوائية من الشركات المصرية الوطنية اللي الفترة اللي فاتت كانت بتضخ استثمارات في مشروع مهم، وهو مشروع التعليم الطبي المستمر أو Continuous Medical Education CME مع أكبر الجمعيات الطبية العلمية على مستوى مصر زي الجمعية المصرية لأمراض القلب. بنتشرف طبعا بالتعاون معها في البروجكت ده. البروجكت ده هدفه الأول والأخير هو مصلحة المريض المصري، من خلال ان هو يتم علاجه باستخدام احدث التوصيات العالميه سواء الامريكيه او الاوروبيه في امراض القلب والاوعيه الدمويه. التوصيات دي طبعا اللي بنسميها الايفيدنس بيزد ميديسن او الطب المدعم بالادله الدامغه. التوصيات دي دايما فيها كل ما هو حديث في علاج امراض السكر والكوليسترول والدهون والضغط وكل الامراض بتاعه القلب والاوعيه الدمويه. أهم حاجة في المشروع ده محاضراتكم أو المميزات بتاعته، الميزة الأولانية أنه بيتم إعداد المحاضرات وتقديمها من خلال نخبة من أساتذة القلب على مستوى الجمهورية من كل الجامعات المصرية، وطبعا أعضاء الجمعية المصرية لأمراض القلب. الميزة الثانية أن البرنامج العلمي المقدم في هذا المؤتمر بيتم اعتماده من جمعية القلب المصرية ومن جهات اعتماد عالمية، فده بيكون قيمة مضافة قوية للطبيب اللي حاضر في اليوم العلمي ده. الميزة الثالثة أن السكوب بتاعه أو المدى بتاعه واسع. احنا على مدار السنتين اللي فاتوا في التو ويفز اللي عملناهم مع جمعية القلب غطينا حوالي في كل سنة 1200 طبيب على مستوى الجمهورية. السنة دي المستهدف بتاعنا إن شاء الله نغطي 1500 طبيب ما بين أطباء قلب وبطنة، وبندعو السادة الأطباء إن هم يحضروا معانا المشروع ده، لأن احنا النهاردة بنطلقه من قسم القلب العريق في جامعة الزقازيق مع جمعية القلب المصرية برعاية شركة ماركير للصناعات الدوائية، وإن شاء الله على مدار السنة هنغطي بقية مراكز القلب. النهاردة إن شاء الله احنا في صدد أول لقاء علمي ل2022 من خلال البرنامج الطب التعليم الطبي المستمر جمعية القلب المصرية، وده أول انطلاقة لهذا البرنامج برعاية طبعا شركة ماركير للصناعات الدوائية، وده برنامج طبعا معمول ومجهز ومعد من قبل الجمعية، والمقصود به
ان احنا عايزين نوصل كل الارشادات الطبيه العالميه الحديثه لكل ربوع مصر. برنامج موضوع عشان نغطي حوالي 1000 طبيب على مستوى الجمهوريه، والبرنامج محطوط بعنايه كويسه جدا. والنهارده اول لقاء علمي تحت هذا البرنامج باسم اي هارت اكسبيرت سيمينارز، وبتراعاه طبعا شركه ماركير للصناعات الدوائيه. ومحطوط النهارده ان شاء الله في الزقازيق هنناقش 4 أو 5 جايد لاينز جديده، حاجه عن هبوط عضله القلب، وحاجه ثانيه عن البريفنتيف كارديولوجي كارديوفاسكولار ديزيز، وحاجه عن الفالفولار هارت ديزيز، وحاجه كمان على الالكتروفيسيولوجي والبيس ميكر جايد لاينز الجديده. وهنناقش طبعا الكلام ده مع الاساتذه اللي هيقولوا المحاضرات والاكسبيرت اللي جايين من الجامعات الثانيه، بحيث ان احنا نوصل المعلومات الحديثه لكل اللي موجودين في قطاع الشرقيه النهارده. بعد كده بيتعمل نفس البرنامج او مواضيع اخرى في مناطق تانية وفي جامعات تانية، بحيث ان احنا نغطي جمهورية مصر العربية كلها. والله الشركات الوطنية جميعا هي طبعا بتقف جنب صف المريض المصري، وفي نفس الوقت بتعضدنا بادوية كتيرة وفي متناول المريض المصري. ويمكن على سبيل المثال الشركة النهاردة شركة ماركير للصناعات الدوائية بتغذينا احنا في قطاع القلب ادوية بتخفض الكوليسترول، ودواء تاني بيغطي علاج ارتفاع الدهون الثلاثية، وده برضو ما كانش موجود قبل كده في مصر، ويعني يعتبر إضافة لعلاج ارتفاع الدهون الثلاثية في الدم. فطبعا الأدوية دي كلها الحمد لله متناولنا وبأسعار كويسة ومتناول المريض المصري.